متحمسون مثلهم. يا دراهم منك عبد الله. متى؟ متى؟ أين؟ كيف؟ على؟ من إلى؟ والله. طيب. السؤال 24 والله جواب غلط. طيب يا إخواني السؤال بسيط جدا. عطني ترى مو بس على إجابة ركزوا بس ارفع يدك رجعوا ظهوركم وارتاحوا. عطني آية أو حديث في فضل الصدقة. هذه مرة أنا بختار. اللي قد جاوب يجاوب ولا خلاص؟ لا اللي قد جاوب خلاص. اللي قد جاوب خلاص. أنت أخذت 300 أحمد الله. خلاص. طيب. السؤال قد راح وقد رفعوا أيديهم الشباب. يقول آية عن الصدقة. حديث وذا عن الصدقة. آية القرآن أنا وكف اليتيم كهاتين الجنة. آية. سعود. أنا والله ما أدري آية ولا حديث. وداووا مرضاكم بالصدقات. سم. وداو مرضاكم بالصدقات بس ما ادري ايه توني ذكرت حديث وغلا وغلا هذا حديث يعني تبغاه ايه صح حليمان ايمن ايمن يستاهل ايمن خلاص قد راحت 100 نقطة لسعود يستاهل يا سعود. طيب يا اخواني قبل الختام جتني رسالة لطيفة حقيقة يلا 100 الجمهور واحد يقول لي اسال الله يزيدك حب وقبول يحفظك من كل مكروه وسوء يشهد الله اني احبك تتوقعون من مين؟